يقول الكتاب المقدس: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، هذا ليس من الآب بل من العالم، والعالم سيمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الآب يثبت إلى الأبد. يقول أيضا في رسالته إلى أهل كورنثوس الرسول بولس: هيئة هذا العالم ستزول. والرسول يعقوب في الإصحاح الرابع يقول: أيها الزنا والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم هي عداوة لله؟ طبعا لما نقول العالم مش بنتكلم عن الخليقة الجميلة ولا بنتكلم عن البشر، لأنه هكذا أحب الله العالم، لكن نتكلم عن النظام المخادع والكاذب، القيم والمبادئ العالمية اللي هي ضد نظام المسيح، من هرطقات وديانات وبدع وأفكار تناقض الكتاب المقدس وتناقض خطة الله في الكتاب المقدس. ليكن الله صادقا. ربنا يباركك وبنحب نسمع منك.